يعني المدرب فريق العدالة نصيف قاعد يلعب على لعبة إعلامية، ومن حقه طبعا، وهو يؤكد بأنه أنا سأفوز على بطل آسيا، تصريح صحفي قريته اليوم، وهذا من حقه. قاعد يلعب لعبة إعلامية ويستغل الظروف المحيطة الكاملة في نادي الهلال اللي قاعد قرابة الشهرين ما لعب ولا مباراة محلية. لكن أنا زي ما قال الكابتن الخبير حاتم، أنا مع أنه الهلال يعني خلني أقول راح يفوق تدريجيا على مستوى، يعني بيدخل جو الدوري العام تدريجيا. الآن اللاعبين يعني في لاعبين قاعد رزفان يريحهم، في لاعبين مصابين، يعني من ضمنهم سلمان الفرج شفناه اليوم رجع يلف على المضمار، أكيد ما حيلعب، مستحيل أنه يلعب. لكن أتكلم عن أنه الهلال اوكي، وفي لاعبين مروا بالاصابات مجددا زي عمر خريبين وغيره وياسر الشهراني، لكن الهلال سيمر بمرحله تشافي وتعافي، يعني وحتساعد بعض سهوله بعض المباريات المؤجله، زي مع كل الاحترام للعداله، انا قلت للعداله وضمك يعني حيوحشونه قريبا، حيرجعون لدوري الدرجه الاولى، هذه مجرد قراءه زي ما قريت في بعض الامور اللي